أكدت وكالة أنباء الأناضول التركية أن مصادر متطابقة أكدت لها اليوم الأحد أن الإعلان عن غياب ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان عن القمة العربية المقبلة بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل يرفع عدد القادة العرب الغائبين عن القمة إلى 6. وقالت مصادر مقربة من لجنة التحضير للقمة إن 5 قادة عرب أبلغوا للجزائر قبل بن سلمان بتعذر مشاركتهم في القمة، وأضافت أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح لن يشارك في القمة، وسينوب عنه ولي العهد مشعل الأحمد الصباح، كما سينوب نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم عن رئيس البلاد محمد بن زايد آل نهيان. ومن المرجح أن ينوب وزير خارجية سلطنة عمان والبحرين عن سلطان عمان هيثم بن طارق وملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة وفق المصادر. كما أفادت المصادر بأن الرئيس اللبناني ميشيل عون لن يشارك في القمة العربية بسبب عقد مجلس النواب جلسات لانتخاب خلف لها، حيث تنتهي ولايته في 31 أكتوبر الجارية. ومساء أمس تأكد بشكل رسمي غياب الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود عن القمة العربية التي ستعقد بالجزائر بداية من الشهر المقبل، كما تأكد بشكل رسمي غياب ولي عهده الأمير محمد بن سلمان عن القمة. وأكدت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون تلقى مساء يوم أمس مكالمة هاتفية من الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، أعرب له فيها عن تأسفه لعدم حضور اجتماع القمة العربية التي ستنعقد في الفاتح نوفمبر من الجزائر امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر. هذا مع العلم أنه لحد الساعة لم يتضح بعد إن كان الملك المغربي محمد السادس سيحضر القمة أم سيغيب عنها، مع العلم أن آخر قمة عربية حضرها بشكل رسمي كانت في الجزائر سنة 2005، ومنذ ذلك الحين فضل عدم الحضور للقمم العربية التي اعتبرها قمم بدون نتائج وتفرغ للشأن الداخلي. وفي غياب أبرز الزعماء العرب يبدو أن القمة العربية لن تخرج بأي جديد يخص الشأن العربي لغياب أبرز القادة العرب عن حضورها، وهو ما بدأت العديد من الأوساط العربية تتداول أسبابه، لعل أبرزها محاولة الجزائر فرض تاريخ لعقد هذه القمة خارج التواريخ المحددة للقمم العربية السابقة، كما حاولت فرض إعادة سوريا إلى الجامعة العربية وهو ما تعارضه دول مثل السعودية وقطر والمغرب، كما حاولت في بداية الأمر إقحام موضوع عصابة البوليساريو على أجندة القمة وهو ما رفضته كل الدول العربية أو النقاش في تفاصيله. يقابل ذلك علاقات الجزائر الإقليمية التي لا تتوافق مع الأمن القومي العربي حسب الصحف الخليجية، أبرز هذه الملفات علاقة الجزائر بإيران التي ما زالت تحتل 3 جزر إماراتية وتدعم الحوثيين في اليمن وتحاول فرض أجندتها المذهبية في العديد من الدول أبرزها البحرين. كما أن هذه العلاقة سمحت بإيران للتوغل في شمال إفريقيا عن طريق سفارتها في الجزائر، حيث كشف وزير الخارجية المغربي في وقت سابق أن السفارة الإيرانية في الجزائر نسقت مع ميليشيات عصابة البوليساريو لتدريب عناصرها على صواريخ مضادة لطائرات محمولة على الكتف، وسيتكفل بهذا عناصر من حزب الله اللبناني التابع مذهبيا وسياسيا لطهران. كما أكدت الجبهة الانفصالية قبل أسابيع عن اقتراب إدخالها طائرات مسيرة لاستعمالها ضد الجيش المغربي في الصحراء، وهو نفسه ما تقوم به إيران مع الحوثيين بتزويدهم بطائرات مسيرة محلية الصنع لضرب أهداف داخل عمق السعودية والإمارات، وهو ما سيجعل الجزائر متورطة في تسليح البوليساريو بأسلحة إيرانية، حيث وصف تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية بوكيل طهران في شمال إفريقيا. كل هذه الملفات وأخرى جعلت من القمة العربية في الجزائر تفشل قبل أن تبدأ، ولعل غياب حضور أبرز القادة العرب عن القمة سيجعل الجزائر تعرف حجمها الحقيقي في العالم العربي
والملفات المتشابكة التي ورطت نفسها فيها والتي تتعارض مع أي مصالح مشتركة رفعتها كشعار للقمة من خلال الحديث عن لم شمل العرب في هذه القمة. سيد مازور تاتي تريس فاطمة تبع مرانت إقاندا أدان سيتو سكار أسيم غرغيدة حماسة نتغيوان تان بي ذكرنا أسيم غر اللي رد حدياشك حدار يانا والساغة الساغة أيت ما دي السماء إيقات أكسيل بالعباسي اللي قانا رئيس الاتحاد نذكرت نودار إذن أرنق رئيس السيد أكسيل بالعباسي أدح دي لكم صغيدة فد أي فأسم غر إدمازور تيتريتا فاطمة تبع مرانتا مسيو أكسيل فوزيت لي بيانفوني تفضل عليك مسيو أكسيل فيو نو روجواندر سور سان سي فو بلاي افيك لو جروب قبيلي سي فو بلاي. إذن أسيم غر أيت ما ديست مراتيف السيد أكسيل بالعباسي اللي كان رئيس الاتحاد غيكليس من القبيلين نتكورت نودار إذن أسيم غر نتنازور تاتي تريت فاطمة تبع مرانت غيد حماسة نا المقارن أسكلو وارقان الحد ظلال أرقان رسني ميرني أيوزة تنمير تبهر إظيلنا جمعيات ظلال أرقان فما سنتين قمت تبهر إظيلنا. إذن سكريم خاص وستنا إلي الديفا الأمازيغية وطبعا إخوان ديالنا باسم اتحاد القبيلي لكرة القدم إذن إهداء خاص للسيدة فاطمة تبع مرانت الفنانة الاستثنائية ضيفة مهرجان ظلال الأركان تحية خاصة أي سنون. أيوزلونا تنبيرت بحرا إظلنا أرسي مغور نيني أيوز إي السيد أكسيل بالعباسي اللي كان رئيس الاتحاد القبيلي لكرة القدم رسنتيني أيوز لحقام يزمو الظلونا سماسان والمقردة غلين سي مغور أيت مادي سمت نظورت تتريت فاطمة تبع مرانت إذن احتي زياد أيت ما ديستما أيوب رنفل أبتيمو سي فو بلي الزول 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 إن زكان الزول بالميم يب المغرب أكن بايلا أسا بالفرح دم قران الفرح دم قران إمير إدف الدغ الزاد نيوثن تمطوث إذا ديف كان أطاس يتمازيغ إتمغز لغا سومثا سيسميو سيسم نونافاب دولة القبيل سيسم فرحات مهني أسنيني تنمير إمسا تبع مرانت تنمير تتسطس تنمير يوك المغرب شكرا أتعيش تمور المغرب أتعيش القبائل حرة مستقلة ديب لا كابيني ديب ريال دي بوندون تنمير تنمير تأيوز بها رئيس إمسا أكسيلة بالعباسي اللي كان رئيس اتحاد القبائلين تكورتين ودار ليها اسم غرغيك اسمنا تنظر تدريت فاطمة تبع مرانت هيت من اسمار رحبوا جميع بالفنانة الاستثنائية فاطمة تبع